بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هكلمكم النهاردة عن الكلاب. ناس كتير تقول لي يا حنان أنا شفت رؤية الكلاب في المنام مش عارفة دي إيه. طيب، وتختلف عن المرأة والرجل؟ تختلف عن المرأة وتختلف عن الرجل. ولو شفت كلب عضك معناها إيه؟ لو شفت كلب بيهوهو معناها إيه؟ لو شفت كلب بيجري وراك معناه إيه؟ لو شفت الجرو الصغنن ده برضو معناه إيه؟ حاجة حلوة طبعا. لو شفتي مثلا كلب جنبك كده كصديق ما بيأذيكيش برضه هقول لك معناها ايه. بيقول لك ان صفه الكلب العض، يعني حد بني ادم عضاد بينهش لحوم الناس وخصوصا النساء، بيتكلم على نساء. لما واحده بنت او امراه تشوف كلب بيهوهو عليها يعني بني ادم بيتكلم عنها بسوء في العرض، خصوصا في عرضها. تمام، ده معنى الكلب. ولو راجل شاف ان كلاب بتهوهو عليه معناها ان انت تفارق صلاة الجماعة. شوفوا هنا حاجة وهنا حاجة تانية. طب لو شفت ان كلب عضني، لو شفت ان كلب عضني ده معناها ان انا نلت اذى من هذا العدو، لان هو هنا دلوقتي كده الكلب ده عدو، لانه بيقول لك ايه بقى، ده رجل عضاد مقترئ على المعاصي، يعني عادي عنده جراءة في المعاصي ما بيخافش. بيقول لك نباحه فهو رجل سفيه طمع، يعني طماع ومشنع، بيتكلم على الناس. وبيقول لك ان لو حد شافه ان هو عضد او خدشه معناها ان هو بينال الشخص المعضود ضرر من هذا العدو اللي هو الكلب. هنا كده الكلب ده عدو، بيقول لك ينال ضرر بقدر ما اصابه من، يعني حسيت بالالم، ده معناه على قدر الالم على قدر ما هو اذاك. تمام، لكن انت بقى لو شفت ان انت اخدت لحمه او حاجة من جسمه ده معناه ان انت يصابك ضرر وهم. وفي بعض اقاويل المفسرين ان انت هتنال فلوس او اموال من شخص عدو ليك، هتنال منه، لان انت عظم جلد لحم ده معناه ان انت هتنال من شخص عدو ليك مال. وفي بعض المفسرين قالت ان انت هتنال غم بقدر ما اخذت من حاجة منه، اللحم او الثياب او الحاجات اللي هي جلده يعني. وربما تنال مرض لو اخدت من الاشياء دي. لكن لو انت شفت ان انت حد مزق ثيابك اللي هو الكلب يعني، ده معناه ان هو يختابك في امرأتك. يعني لو رجل شفى ده معناه رجل سفيه يختاب امرأة هذا الشخص، او بيتكلم في اعراضه وبناته يعني مثلا. لو ما شافوش بقى ان هو بينبح او حاجة او مش بيأذيه ده معناه صديق، وصديق وفي. هنا كده الكلب ده يعتبر صديق وفي، طالما ما اذانيش، طالما ما جريش ورايا، طالما ما هوهوش عليا، ده معناه ان هو حد كويس. بيقول لك الكلبة بقى اللي هي انثى الكلب ديت امرأة دنيئة من قوم سوء معاندين، وحشة جدا. الجرو بقى اللي هو ابن الجرو الصغنن ده ولد محبوب، فإن كان أبيض فهو مؤمن، يعني ولد كده طيب مؤمن. فلو هو بقى لونه أسود ده معناها إن ولد يولد إليك يسود أهل بيته، يعني ليه الكلمة العليا على البيت، يعني بيسمعوا كلامه. تمام، فبيقول لك فالكلب بقى اللي هو اللي بيرعى الأغنام دوت، فهو فضل يصير إليك، يعني في خير جاي لك. اللي هو الكلب اللي هو بيرعى الأغنام حاجة كويسة دخل عليك. تمام، فديت حلوة. بيقول لك لو انت شفت ان انت بتصاحب الكلب ده تعرف ان هو صديق، حد انت هو تحت امرتك، يعني انت ليك اليد العليا، يعني انت المدير بتاعه مثلا. تمام، وان انت حد انت بتحبه وعامله صديق ليك، ولكن هو يعتبر من الخدم الكلب ده. فإن رأى ان هو عضه، لو شفت ان انت عضك ده معناه ان انت هتنال اذى من هذا الشخص، او الشخص ده لو شفته عضك من ظهرك بيتكلم كلام سيء، يعني مبين لك ان هو حد كويس بس هو بيتكلم عليك بالسوء في ظهرك من وراك يعني. تمام، وبيقول لك ان انت ممكن تنال منه مصيبة واذى وشدة من جهة صديق او خادم اللي هو احنا بنتكلم عنه الكلب. فإن رأى انه يسيد بيصطاد بالكلاب فإنه ينال أمنيته، يعني واحد طالع رحلة صيد ومعاه الكلب بتاعه أو معاه الكلاب وهم معاه في رحلة الصيد، ده معناه إن أنت هتنال رزق وهتنال خير. تمام، ده معناه حلو جدا للصياد، خلينا إيه كده.
فده رؤية الكلب احنا قلناها، فاحذر ان كان الكلب عدو، ان كان الكلب حد قريب منك مش بيهاجمك، ده صديق وفي. مش كل رؤية الكلب وحشة، مش كل رؤية الكلب حلوة، تمام. وممكن كمان لو شفت الجرو الصغنن ده معناها ولادة طفل ليك، زي ما احنا قلنا في الفيديو. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.